avuto che la federazione bravo a cui sta federale bravo a tutti che siamo bravo a tutti c'è di più soutien participer complètement à la bonne organisation de cet événement continental bon vent au badminton algérien et bon vent au badminton africain. ان شاء الله اكيد الدعم يكون دائما الدعم الاضافي ويكون تحسن ايضا في كل
rien qui gagne. Bravo. Yeah.
منافسات قضية ومنافسات دولية لفائدة البلية القصد من أجل احتكاك المستوى العالي. هذا أيضا دليل على أوثق في الجزائر وفي الاتحاد في تنظيم منافسات قضية ومنافسات دولية. هذا من خلال التنظيم الجيد والتحكم في السير المنافسة وهيئة الاتحاد في رئيس والاتحادية والتقنية الفيدرالية والتقنيين والمدربين وكل الرياضيين في هذا النجاح. وهنيئا للاتحاد الجزائري ومجدد الاتحاد لكل الإخوة الفارقة من رؤساء الوفود ومن رؤساء الهيئات الرياضية الإفريقية من كل المنتخبات المشاركة في هذه البطولة وتمنيت للنجاح لفريقنا الوطن الجزائري في هذه البطولة والتألق. هذه البطولة فضاءت تقاسم تجربة وخبرة في الرياضة وأيضا فضاء اكتشاف بين الشباب الإفريقي والفضاء الفضائي تقاسم مدى قرب التضامن والروح الرياضية والمبادئ الأخوة والتضامن مع الشباب الإفريقي وتزور الشباب أيضا هذه الرياضة انتشارها على مستوى تفضل سي زبيري. شرف كبير اليوم على جزائر تحتفل طبعا 17 بحضور وزاره الشباب على راس السيد هادي المتعلي. كلمه حول تنظيم هذه البطوله وحول الحضور الرسمي. والله على كل حال كما عودنا لكم في تحديات البادمنتون دائما من الحسن الى الاحسن، وهذا كله تحت رعايه ساميه لمعالي وزير الشباب والرياضه ومرافقته لهذه الرياضه اللي كانت يعني غير معروفه في الوسط المجتمع الجزائري، الان اصبحت تعرف في اكثر من 25 ولايه. النتائج دائما هي دائما من ذهب في افريقيا والعرب. هذا كله جهد اللي عملته الاتحاديه وكل المنظمين وفق تعليمات الوزاره الوصيه، وان شاء الله الاتحاديات الجزائريه تمشي على هذا الدرب، لان رياضه البادمنتون ما ينفعش هي رياضه اولمبيه، وان شاء الله بعد سنوات نعود نحصد ميداليات في الالعاب الاولمبيه ان شاء الله. الاتحاديات اللي وراء هذه البطوله، والله هذه البطوله هي اكبر بطوله في القاره الافريقيه، يعني شرف احتضانها للجزائر وهو اكبر بلد افريقي، وحتى نبين قدراتنا في التنظيم وكذا، وان شاء الله نمد فرصه للاعبينا باش يحصلوا ميداليات، ونمد فرصه لكل الجزائريين باش يتعرفوا على هذا الرياض. مشكور. ننتظر دائما منصه شرفيه لتكون باذن الله في الدكتور والمنتخب. ان شاء الله في بعض المراتب الاولى ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا. S'il vous plaît, reculez un peu, s'il vous plaît. Reculez un peu. Oui, reculez l'air dehors. Me lancez. Ça va, peut-être pas d'abord le... Hicham. Hicham. Hicham.
Thank you.